فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ، اختلف العلماء رحمهم الله في أخذ شيء من شعر أو ظفر الميت عند تغسيله. نعم. فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ نعم، الذي أرى أنه يؤخذ إذا كان فيه وسخ، لأن الأظفار إذا كان فيها وسخ فنقش الوسخ هذا صعب، فتقص الأظفار وترمى أو تدفن. وأما العانة فلا، العانة لأن تستلزم كشف العورة ولا داعي لذلك. أما الأبط فيؤخذ أيضا، يؤخذ لأنه غالبا يكون فيه رائحة كريهة، والذي ينبغي أن ينظف الميت تنظيفا تاما. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته، قد يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ولقوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، قد اغسلوه بماء وسدر، لأن في السدر زيادة تنظيف. نعم. إيش؟ الميت ما يحس بهذا، الميت ميت ما يحس بهذا الشيء. ويمكن أن يقص قصا، لكن كما قلت، إذا كان فيه أذية، يعني طوال مثلا، طوال عشان البقاء على هذا الطول يصير فيه أذية.